قلت كيف تفاجأت من سامر يعني حكي قال لي في راس دخنتني وهاي تفاجأت بردة فعل يعني شفت هاي ردة فعل يعني هو ممكن محق انه هالموقف هذا صعب عليه بس يعني تخيلت يمكن هواية ما راح يتفهمون هذا الشيء بس سامر يتفهم سامر يعتبر تصويتي عليه وعلى صبوه انه هو خيانة للتحالف اللي بيناته واني قلت بالاعتراف قلت انه سامر يعني انه اني ادري انه الاطراف الباقية السابقين اربع اصوات جامعين عليك انه انت كنتيجة انه انت طالع واساميكم اللي كاتبها اني على الحجر مالتي انه هي بس مجرد يعني شو مثل ما نقول حبر على ورق او نقش على حجر بدون اي تأثير يعني اذا اكتبها واذا ما اكتبها انه انت طالع ايواني صوت على سامر وعلى صباح حتى يعني ما اسوي تحيز لاحد من عندهم لانه يعني صوت بس على سامر او بس على صبا فكتبت اثنيناتكم اللي انت سامر وصبا لان اعرف انه هذا التحالف اللي احنا بيه هو شيء انتهى بعد من كان اكو واحد رابع ويانا وبعدين تخلف عن هذا التحالف فعرفت انه الشغله منتهيه بالعكس يعني ردت فعله يعني من جانبك لربما بس ردت فعله كانت اليوم بالنسبه لنا يعني انا اتمنى اللي يطلع لو يطلع يسمعنا حكي مو حلو ولا يسمعنا كلام حلو يؤذينا دمرنا يعني سامر اليوم كلامه كله جميل وفتشي مؤثر بحيث واحد ما يقدر يسيطر على نفسه باوع عنا بنظراتك بالاخير وكانما انا ما ارد افارقكم ما اريد افقدكم ليش هالشكل يعني هاي وعيونه كانت تطرح 100 تساؤل اللعبه وصلت الى مرحله انه قاسيه بشكل سامر انسان بسيط جدا ومثالي وعفوي فما اعتقد انه بقدر هاي الزوبعه حتى اللي التحالفات كان يحكها الى فراس يعني هو كان ما مسؤول عنها فاكيد اتعامل مع هكذا شخص في الكهف بعد ما صوتت عليه اكيد تاخذني العبره واتندم انه انا صوتت عليه بس هذا برنامج وبالتالي انه يخرج شخص ما اعرف انا يعني تفاجأت انه بس صوت واحد طلع لي يعني توقعت انه اكثر من صوت راح يصوتون علي يعني ممكن بها توقعت راح يصوت علي جوز البنات غسان يعني ما كنت اتوقع انه سامر راح يطلع وبعدين جوز يعني اكو اختلافات راح تصير غير رايهم خروج سامر هو ضريبه لخطا ارتكبه مع صبا اللي سمح لها ان تتلاعب بمشاعره وتتلاعب بصوته وتتلاعب وخلت استخدمته كسلاح تضرب به الاخرين من خصومها داخل البرنامج. اجمل شخص يمكن من اجمل الاشخاص اللي شفتهم بحياتي وانظف الاشخاص يعني ما ممكن انه واحد بهالزمن هذا موجود بهاي الطيبه وهاي الشفافيه. سامر من اطيب الناس اللي قابلتهم بحياتي ومو ممكن انه اخسر شخص بحياتي الاجتماعيه مكان عملي او مكان يعني حياتي الاجتماعيه الخاصه انه اذا القى شخص مثل سامر صعب انه اخسره ومو اصوت على نفسي ما اصوت عليه موتنا بالحكي مالته يقول ما اودعكم اقول الى اللقاء وكلكم راح تكونوا اصدقائي وانا قلبي ما يعرف الكراهيه ها شلون شباب قبل ما تجي فتد نفسي عليه تروح يلا تروح قلت لا اقدر اشوفهم يا ابويا يا بابا اسد يا ابن اسد فيك هاي عايز الوضع هاي بالبصراوي شلون اثنين بصراوي ومصلاوي بواس سامر ليش تقول خندق ماني ما خندق حبيبي سامر انا ما خندق اريدك تفهم هذا الشيء سامر تعرف اربع اصوات عليك قهرت والله من قديم سامر لا ابد لا والله ابقى احبكم والله نونة صغيرة حياتي
على ايش البكية؟ على ايش البكية؟ هو جد انت اشوفكم فرحانين. لا ابد ابد، كلهم زعلانين عندكم صوت كذا. جينا قالوا لي لم غراضك، لميت الغراض، قال خلوا نروح. قلت لهم زين ما اشوفهم؟ قال لا، بعد يعني اصول اللعبه والمسابقه انه ما اشوف بعد واحد من يطلع من الكهف بعد ما يشوف جماعته. قلت لهم ما اقدر. قالوا لي اذوك. قلت لهم ما اقدر. فوصلنا مسافة بعيدة، بعدين قالوا لا لازم نرجع. يعني لحيت عليهم، قلت لهم سامر راح نبقى استطالة. أنا يعني العمر كله البرنامج ينتهي أيام ولا قلت لهم حتى لو ما انزل بس اصيح عليهم من هنا. اقعد 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 اقعد. قلت لهم بس اوقف هنا واصيح عليهم كافي. قلت لهم وصلهم رساله. يعني عسى حطوع. فقلت لهم وصول الرسالة، يعني ورا ما أطلع بس راح أسبقهم وأقولهم وأقولكم راح أظل أحبكم والجرحني راح أحبه أكثر. صبا منتك جروح سامر، منتك جروح ودائما تدافع عنها. راح اظل احبكم وتجرحني راح احبه اكثر. بالنسبه لي يمكن اني اكثر وحده اذيتها انجرح بسببي، يعني كنت اتمنى انه يوصفني بغير صفه، انه يقول انا اللي جرحته احب، يعني راح ابقى احبه اكثر. يمكن هاي الكلمه اثرت بي اكثر شيء. يعني كنت أتمنى إنه شلون يرزني هالشكل أكثر، لأن أنا فتشي مو يعني أقدر أني شلون أقول، يعني هو أحترم مشاعره بس أنا ما بادل هذا الشعور. الناس راح يشوف شيء وأنا راح أشوف شيء. تعتقد سامر إيش راح يشوف؟ أنت شو تقول سامر إيش راح يشوف؟ أتمنى إنه يشوفني. ما حد مو تتمنى، تأكد. تتأكد ولو أنا حكيت قلت ولو أنا حكيت باعتراف أخير قلت أنا مكلب بعودة بمكان عالي بس في راس دفعني. تفاجأت البارحة إنه أنت نعتتني بهذا النعت. وصبا اللي دائما اللي هي منتك تجريح شهر كامل تجرح بيك على مدار 24 ساعة وإنه أنت تذكرها بالشيء الزين. ماك يعني هسه يجوز اني انفعلت او تجيني فتشي نوبه من الغضب او بس صفحه هيك بنفتح صفحه فراس صباحه بيضه ارتاح من اشوفها بيضه. وكلكم كلكم البرنامج حولنا الى يمكن ناس قسات او كذا، بس صدقني يعني صدقني انت مكانك غير شكل. احنا تعاملنا الموضوع يعني لعبه وانت خصم قوي من هالقبيل هذا.
يمكن المجموعة هم أنا أعتبر أنهم ذبحوه وقعدوا يبتون عليه، يعني ليش هالشكل؟ يعني هسه نسولف بيكو جيتنا على غفلة، يعني صدق ما ذكرنا بس الطيب عليه، يعني وقلنا جائزتنا للبرنامج أنه حصلناك ورا البرنامج كصديق، مو ممكن يعني نحصل بالحياة الاجتماعية وبحياتنا العادية ممكن نحصل شخص يعني بهالطيبة هاي بهالنقاء. كنا أنا واحد من العالم ربحت بها وفراس والبنات، ربحتك أنت أكثر شيء، يعني حكم إحنا ولد محافظة واحدة مدينة واحدة ممكن نشارف يعني. إيش حالات من كسر حطة؟ إيش حالات من السمكون الجاي؟ سامر ربما انه ضخم يعني، بس انا اعتبره يعني يعني طفل. يلا اودعكم. لا يا بك اسعد معود. اشقد بوسكم اليوم؟ كافي فيش كافي، انا ابغى تشبعتين. شوف ان شاء الله بغداد اوكي؟ حبيبي لازم تشوف ان شاء الله حبيبي. بعد روح حبيبي هاي بعد روح اتذكرها طبعا برده بس طبعا طبعا كوشان، كل شخص منكم راح تربط ايده بهذا القدر المعلق. حفاظكم على هذا القدر المعلق اطول فتره ممكنه راح يبقيكم بالمنافسه، وفي حاله انقلاب هذا القدر راح تكونون خارج التحدي. اللي يصمد اكثر هو اللي راح يفوز، وبالتالي راح يحصل على حصانه بالنسبه للشباب، ونفس الامر بالنسبه للبنات. راح نبدا الان التحدي. المسابقة كانت كل صعبة، يعني أنا المسابقة اللي فاتت كانت تهون من عندها لي، يعني أنا مال تحمل وهاي ما يعني مو قوية بها مو زينة بها، بس مال إنه أشيل أثقال وأركض وهاي بسرعة بهالأشياء أمل أخ روحي. بالبداية أكيد الدقائق الأولى كانت هي أكثر شيء مزعجة، بعدين إيدي خضرت يعني قمت ما أحس به أو نملت يعني. ولوان عندي بيدي يعني جرح فكان يعني حد السلسله انه ياذيني، بس يعني عادي تحملت ورا ما يدي قمت بعدين ما احس بيها. وطبعا البروده هم اثرت، وشروق الشمس صار يعني بوجهنا، فكانت الشمس بعيوني وشويه زعجتني.
بس كنتيجة أنه نزلت يعني سقط مي علي وبالتالي يعني ما كملتها وما كان عندي حظ وفير بهاي المسابقة. الموضوع مو سهل يعني مثل ما تشوفين كل حكوا المتسابقين كلهم عن موضوع المسابقة الأخيرة. المسابقة الأخيرة الوهلة الأولى تبدأ يعني شيء سهل، لكن بعد أن جربناها لاحظنا أولاً يبدأ شد عضلي بالظهر وبعدين يتحول للرجل وبعدين تبدأ مرحلة الخدر بالإيد. يعني أكثر من مرة أتلمس أصابعي ما أحس بها، يعني موضوع خدر مو طبيعي. أصعب شيء أصور أول 10 دقائق أو ربع ساعة. ما توقعت انه احنا ممكن يعني توقعت انه نبقى اكثر، يعني مجرد انه شخص واقف ورافع ايده الموضوع طلع كلش صعب. يعني التشنجات بالظهر اضافه الى التشنجات بالايد، تحس الدم ينقطع من كل اعضاء جسمك. كلش تأذيت، ايدي شنجت، جوا ايدي شنجت، ظهري شنجت، معدتي من الصبح قاعدين احنا من البارحة يعني تقريبا من البارحة الغداء ما ماكلين، اكلنا التمن هاي شوية يعني ما كل قمتين اكلنا وما اكلنا بعد من البارحة لحد اليوم الصبح ما ماكلين كل شيء، ورحنا يعني واقفين وهو بارد وطبينا بالماي رجلينا تبللت، يعني كان كلش عانينا يعني هواية. اللي من اول 5 دقائق بدت ايدي تاذيني، يعني مرفوعه والوجع يظل يبدي ايدي، بدا بعدين بظهري تاذينا هواي. يعني اتوقع يمكن اني الاذيه اللي حسيت بها اكيد نغم لارسه الولد همينا تاثروا بها تاذوا. الموضوع اللي صار موضوع انه سقوط المي، الموضوع ما اريد يعني ادخل تفاصيله هوايه لانه جزء اكو قوانين شرحت قبل اللعبه، لكن اكو شو نسميه احنا يعني الجدر كان محطوط الفتحه بالجدر ممكن بها سلسله، هذا الثقب الصغير هو اللي كان يذب المي ونزل من عده على ملابسي. مباشرة بعد ما دخلنا إلى موقع المسابقة
حسيت انه المسابقه لها علاقه بالمطاوله. هذا الموضوع اكيد من دواعي سروري، لان انا خضت مسابقه لها علاقه بالمطاوله والمقاومه وخضتها واخذت الحصانه. كانت انه اني واقفه على مود اريد انزل لارسه او انزل نغم، كان عندي اصرار انه لازم اخذ الحصانه لسبب الكهف كان قدامي، لان اذا صعدت الكهف راح اطلع اني. قلت انه انا مستعده انه اخذ الحصانه، لانه بصراحه من ذاك التحدي راح انه انا اخذت الحصانه، فعندي قدره انه اتحمل اكثر من القوه. وهاي حقيقة الكل ما كنت أتمنى يوقع ما عدا يعني صبا، ما أخفيكم سر، لأن ما عندي مشكلة مع الآخرين وأحكيها بكل ثقة. أنا حتى لو ما تحصنت بعزمي، يعني أعتقد أنه كان يحصنوني بأصواتهم الآخرين، بس صبا الكل كان مصر أنه هي تطلع لأن انتهى دورها بالبرنامج. الموضوع اللي زاد ضوجتي موضوع انه بقت صوابي الاخير صراحه، يعني كان عندنا شلون نقول يعني مو خطه، لا كان عندنا تصورات انه بس لا المنافسه خرجت من ايدنا، يعني الخطوط اللعبه بدات تخرج من ايدنا صراحه. فريق كوشان تحدي اليوم انتهى، واللي حصل على حصانه من التصويت من الشباب بهاء ومن البنات صبا. واحب اذكركم بوجود حصانه ثالثه، هي حصانه الجمهور. راح ألتقيكم بالكهف.